تحديات رياضات الأصالة والتاريخ في هذا الاندفاع في هذه الأمسية من مأماسي التميز على أرضية هذا الميدان تحفة ميادين سباقات ميدان المرموم. بسم الله وعلى بركة الله، تم الإعلان عن انطلاق أول أشواطنا وهو سن الثنايا، والشوط الأول الخاص بالإبكار المحليات الأصايل الذي أعلن انطلاقه هنا بكل قوة بكل تحدي بكل إثارة. نرحب بكل الحفل الكريم المتابع هنا في هذا الميدان، وكذلك مشاهدينا الأعزاء من يتابعنا مباشرة من هذا الميدان. نبدأ بالصدارة ونبدأ أيضا بمسار هذا الشوط الذي بدأ ينطلق بكل عنفوان من بدايته. هناك على المقدمة في الانطلاق الأول الذي بدأ من خلال هذه اللحظات هذه الشاينية في المركز الأول لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم ومحمد بن مسفر بالقوبع الذي يتابعها، بينما المركز الثاني سرابة على ثاني المراكز لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي في التضمير. انتقل للمركز الثالث، تأتي جبارة في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع خليفة بن سالم بالصقعة. والمركز الرابع ازريج على المركز الرابع لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. والمركز الخامس هي الشاينية ايضا لهجن الرئاسة مع سعيد بن عيلان المهيري. انتقلنا الى المركز السادس متابعينا المايدية، في المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن مروشد في التضمير. وتأتي انطلاقة الشامخة في المركز السابع لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد النهيان ناجم بن علي الغيلاني يتابعها ويتابع الانطلاقة معها. أما المركز الثامن فهذه بصوغان لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم سلطان بن عبد الله بشار الخاطري في تضميره. والمركز التاسع تتواصل سلهود لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. وعاشر المراكز بشاير لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. هذه المراكز الأولى، الانطلاقة الأولى التي بدأت مبكرة في هذا المساء، تحمل أيضا تميز هذه الهجن ومشاركاتها الفعالة في أمسية التحدي والإثارة على أرضية هذا الميدان. إذا نعود إلى المقدمة، هناك ما بدأنا من بداية هذه اللحظات ولا زالت الصدارة مع السرابة التي بدأت في انتقالها إلى المركز الأول لهجن الرئاسة مع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي الذي بدأ ينطلق وأيضا بدأ يشكل بداية الشوط وانطلاقه. المركز الثاني تأتي الشاينية مع هجن الرئاسة وسعيد بن عيلان المهيري مواصلا عطاه وتقديمه للشاهينية في المركز الثاني. انتقل للمركز الثالث، اتابع المركز الثالث وتأتي ازريج على المركز الثالث في هذه اللحظة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير الذي بدأ يطلق ايضا العاصفة وهجنها في هذا التحدي. انتقل للمركز الرابع وتأتي الشامخة في المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن هزع بن زايد النهيان، وعلى التضمير ناجم بن علي الغيلاني الذي يتابع كل الإثارة والتحديات. المركز الخامس هناك متواجدة شاهينية لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم وأيضا محمد بن مسفر بالقوبع مع هذه اللحظة المتميزة، بينما تتقدم هنا الانطلاقة المايدية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن مروشد في متابعتها. وبشاير تأتي على المركز السابع في تغيير لموقعها لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع الخبير مسري بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز الثامن سلهود على المركز الثامن في تحديات العاصفة وهجنها مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. والمركز التاسع جبارة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع خليفة بن سالم بالصقعة الذي بدأ يعلن هذه الانطلاقة وهذه التحديات وهذا المسار. والمركز العاشر تأتي بالصوغان لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم مع سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري. أسماؤنا هنا المتنافسة
والمتحدية، وننتظر أيضا الإثارة، ننتظر الإثارة في أشواط الثمانية كيلومترات، حيث مسار التكتيك والحسابات المتميزة لدى المضمرين الذين يقدرون حساب المسافة وقدرات الهجن في تجاوز هذه اللحظات الجميلة والمؤكدة لمسار الانطلاق الذي بدأ يسير بكل قوة بكل أريحية مع هذه اللحظة. لا زال الهدوء يخيم على مجال هذا الشوط، لا تغييرات لا تبديلات ولا حتى انتظار أيضا لما ستسفر عنه الأشواط. الصدارة لا زالت الشاهينية، غيرت الشاهينية ولكن كانت هناك غير الشاهينية، ولكن نتابع الشاهينية التي بدلت على المركز الأول وتسلمت قيادة هذا الركب في هذه اللحظات لهجن الرئاسة مع سعيد بن عيلان المهيري الذي بدأ ينطلق في هذه الاندفاع القوية. أما سرابة فلا تزال على المركز الثاني متابعة لتحدياتها وانطلاقاتها. ما شاء الله أيضا شعار هجن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيل الذي انطلق في الاندفاع الثاني في هذه اللحظة. بدأت زريج في التحرك حاملة تاريخ الأداء الجميل أيضا بهذا المسمى، أزريج مع هجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير الواثق الذي يقدم في هذه اللحظة سلهودة إلى المركز الرابع لتتابع تحدياتها وانطلاقها. أيضا لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، والمركز الخامس لا زالت فيه الشامخة لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان مع ناجم بن علي الغيلاني الذي يتابع هذه اللحظة وهذه الإثارة المايدية. وصلت مع متعب المضمرين محمد بن سعيد بن مروشد وأيضا شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، بينما المركز السابع هذه بشاير على المركز السابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. هناك مسري بن سالم بالعرض الحميري الذي ينطلق وبدأت السرعة تزداد، بينما تأتينا هنا الشاهينية على المركز الثامن لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم مع محمد بن مسفر بالقوبع. وجبارة تأتي على المركز التاسع أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع انطلاقة خليفة بن سالم بالصقعة في هذا الأداء الجميل. والمركز العاشر هناك ذكرنا بالصوغان مع انطلاقها هناك، وأيضا سعيد بن لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، أيضا هناك المتابع سلطان بن عبد الله بشار الخاطري. هذه الأسماء والثلاث كيلو، وصلنا أيضا لمسار الثلاث كيلو مترات المتابعة لهذه الانطلاقة وهذه التحديات. يا سلام، هنا بدأ العزم يزداد، بدأت الإثارة تحمل الانطلاقة، وبدأت هنا عوامل القوة والمخزون الذاتي يظهر لدى المتابعين. الصدارة شاهينية، المسمى شاهيني، والعنوان هو الرئاسة وهجنها في انطلاقة التحدي بشعارها المميز على المركز الأول. المركز الثاني المتابعة أيضا من هذه الإمبراطورية العملاقة وهي هجن العاصفة بقيادة زريج وكذلك سلهودة على المركزين الثاني والثالث أيضا في هذه اللحظة الجميلة والمنطلقة بها اندفاعات هذه الهجن. متابعة والصدارة لا تزال، القيادة هناك لا تزال مع الشاهينية، بينما المركز الرابع تابع في المركز الرابع سرابة لهجن الرئاسة مع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. هذه الأسماء التي بدأت تحسب اندفاعها، تحسب انطلاقها، تحسب أيضا ظهورها في هذه الانطلاقات. ما شاء الله، هنا لازلنا نتابع اللحظة ونتابع الخط المستقيم. انتهت انعطافة هذا الشوط وحملنا الخط المستقيم، نتابع فيه البداية وننتظر لحظات الحسم التي ستأتي بعد هذا الشوط في مساره وفي اندفاع. يا سلام، محاولة البقاء في القمة هو الأصعب يا شاهينية، هو الأصعب يا سعيد بن عيلان يا المهيري ما شاء الله، ولكن الشاهينية إمكانياتها العالية متواجدة وتحدياتها متواجدة. والصدارة هناك تحمل أيضا شعار هجن الرئاسة على المركز الأول. أتابع المركز الثاني، لا زالت زريج على المركز الثاني، وتليها أيضا في المركز الثالث سلهودة بشعار هجن العاصفة في المنافسة وفي الانطلاق وفي حساب
اللحظات التي ستكون فاصلة في كل اندفاع وفي كل تحدي وإثارة. الأسماء التي بدأنا بالإعلان عنها، بدأنا بالنظر إليها، بدأنا بهذه المتابعة، ولكن لاحظ الاندفاع الذاتي التي تحمله هذه الهجن حتى هذه المسافة. واضح عدم وجود أي تعليمات تذكر، إنما قد تكون طفيفة، ولكن بدأت الآن اللحظات الحاسمة تغير مسار هذا الشوط كما نشاهد ونتابع. الصدارة شاهينية لهجن الرئاسة مع سعيد بن عيلان المهيري، ولكن الزريج بدأت بالضغط المبكر مع نهاية هذا الشوط. وصولنا إلى لوحة التحدي والإثارة، هي 1200 ما وصلنا إليه في هذه الانطلاقة. ونتابع كذلك وجود سلهود دعما للزريج في المركز الثالث في هذه اللحظة الجميلة والمؤكدة لهذا المسار. ثلاثية اللحظات التي تبدأ والصدارة لا زالت تحمل الشاهينية على المركز الأول، متحملة عبء القيادة واللحظات المنطلقة فيها هذه الهجن إلى خط النهاية. الكيلو الأخير بدأنا نفتح الأبواب نحو الانتصار، نفتح الأبواب وندق أجراس الناموس هنا من هذه اللحظة في هذه الأمسية الشاهينية. لا زالت محافظة على قوتها وهيكلها واندفاعها المميز في هذا الشوط. القيادة هناك محاولة السيطرة كما سيطرت عليها من الكيلومتر الأول. يا سلام، المركز الثاني، تعود زريج هناك في المركز الثاني في المتابعة والتحدي لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. ولكن خلصنا، خلاص انتهى الشوط. سجل 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 أيضا بناموسي البداية الأولى، ناموسي هجن الرئاسة التي أطلقت الشاهينية. ما شاء الله وتبارك الله، لا أوامر كما ذكرنا، لا تحرك في الآلي كما نتابع. هناك الكل يتواجد إذا صامتا منتظرا لحظات النهاية، الوصول الذي يحمل الشاهينية إلى خط النهاية والتحدي والإثارة. آخر 200 متر وانفراد تام عن المشاركين، ونطلق اللحظات التي تعلن البداية لهذه النهاية والفوز في هذا الانتصار. وما شاء الله رقصت مع اللحظات الأخيرة، التهنئة والناموس إذن لهجن الرئاسة على هذا الانتصار الجميل. وشكرا سعيد بن عيلان المهيري، مشكور يا الرشيق على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني زريج لهجن العاصفة، والمركز الثالث هناك الميدية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أيضا مع محمد بن سعيد بن مروشد التي وصلت في المركز الثالث. والمركز الرابع هناك لهجن الرئاسة صوغة، المركز الخامس الهودة لهجن العاصفة. هذه الأسماء الأولى والتحديات الأولى، والعودة إلى التوقيت الزمني الذي يتابع هذا الانطلاق ويتابع هذه اللحظات. 12 دقيقة 48 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية إذن انطلاقة النهاية والتوقيت الزمني لهجن الرئاسة مع الشاهينية. إذن تهنئتنا والناموس الثانية سعيد بن عيلان المهيري. المركز الثاني تواصلت اللحظات بوجود زريج، أظن 12 دقيقة 52 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثواني الثانية، والناموس لهجن العاصفة. وتهنئتنا أيضا لحمد بن راشد بن غدير في هذه الانطلاقة. والمركز الثالث، كانت هناك اللحظات التي قدمت المايدية لسمو الشيخ حمدان. التوقيت الذي حمل هذه الانطلاقة وحمل هذه اللحظات هي المايدية الواصلة أيضا 13 دقيقة 7 ثواني، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا لمحمد بن سعيد بن مروشد. هذه الأسماء واستكمال بقية المراكز. هناك المتابعة، هناك الإثارة التي تحمل